ومعه الرجال أيضا، هل تود الدخول للمنزل؟ لقد ذهبت إلى الغابة في أحد الأيام وعملت فيها كمالك، وكنت الآمر الناهي، وكانت معي بندقيتي هذه، وأحضر لي القرد الأشيب طعاما لذيذا. لقد أحضر لي كمية كبيرة جدا من الطعام، إن هذا يدعو للفقر. لم يكن ذلك أكثر من جوزة هند أو بعض الموز. أنا لا أبالغ، لقد قدموا لي شرابا لذيذا، شراب. لن أنسى ذلك اليوم عندما أخفتهم ببندقيتي هذه، وراحوا يتوسلون إلي طالبين الرحمة وهم يرتجفون من الخوف. يومها قال لي ذلك القرد الأشيب: أتوسل إليك أيها الملك، أرجوك لا تطلق النار علينا من تلك العصا، اتركنا وشأننا وسنصبح خدما لك، وسنجد لك أرضا للصيد عامرة بالمسرات والملذات. وبهذا كنت دائما أفوز في كل مغامراتي داخل الغابة ولم أخسر أبدا. إذن يا كيشمي أنت ملك في تلك الغابة، لذلك لابد وأنك تفهم لغة الحيوانات. ذلك يهمني يا سيد كيشمي، إنك تستطيع التحدث مع فتى الغاب في أمور معقدة بلا شك. بالطبع أستطيع التحدث معه بكل سهولة. إن تفكيري متعلق بذاك الفتى منذ أتى إلى القرية. السيرك ما زال موجودا جنوب البلدة يا كيشمي، وإذا بعناهم هذا الفتى فسيدفعون لنا مبلغا من المال. أفهم هذا، إنها فكرة جيدة. ما زال أمامنا فترة كي نذهب للبلدة، لا داعي للعجل الآن. هذا صحيح، لقد نسيت أن أضع الحليب لأفعى الكوبرا. ما أجمل هذا الطوق، إن طوقك أجمل. هيا غلام، هيا يجب أن نربح. رائع رائع، يجب أن نخسر. عليك أن لا تتدخل. رائع رائع، يجب ألا نخسر. هيا هيا. ما هذا؟ طائر؟ هذه طائرة ورقية يا ماوكلي. طائرة ورقية؟ طائرة طائرة؟ نعم هكذا ممتاز. طائرة تطير، طائرة تطير، طائرة تطير. طائرة تطير، طائرة تطير، طائرة تطير. هيا غلب رائع، هيا هيا جيد، هيا 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 غلب رائع، هيا هيا غلب هيا. قادمان انظروا إليهما، انظروا هذا الفتى جبان يحب العراق. ميزو تلعب مع الفتى الغاب، الفتى الغاب أفضل عنا. ميزو ماذا يقولون؟ إنهم يتفوهون بكلام تافه. وأين تذهبان؟ ابتعد عنا، لا علاقة لك بنا. لا علاقة لي؟ ولكن من تظنين نفسك لتلعبي مع فتى الغابة هذا ولا تلعبي معنا؟ ها؟
هذا الفتى مجرد ذئب، لقد قال لجدي هذا الكلام بالأمس، ذئبا وقد تحول إلى إنسان. نعم، إذا أكلك هذا الفتى الذئب فلا تلومين بعد ذلك يا ميشو. ماوكلي إنسان مثلنا، لا تفتري عليه بهذا الكلام يا بولي. لا أسمح لك بالتطاول على ميشو يا هذا. ماذا؟ هل سمعتم هذا جميعكم؟ هذا الذئب يتحداني. اسمع، كيف تكلمني هكذا؟ من المفترض أن يتكلم معي بشر لا ذئب. أنت مجرد ذئب، لا تكذب علينا. ميشو، هيا نذهب من هنا، إن هذا المكان مزعج. هيا. هل تريد الفرار؟ هل تريد الهرب؟ أتضربني يا هذا؟ ساعدوني، اتركني اتركني، ألا تعرف من أنا؟ لقد ألمتني، اتركني اتركني أرجوك. ماوكلي أنا آسفة، أنا كنت السبب في كل هذا. لا عليك، هم المعتدون وأنا دافعت عن نفسي. أقدر هذا. يتوجب علينا أن لا نعتدي على الآخرين، ولكن إذا هم أصروا على عدائهم فيجب علينا أن نوقفهم عند حدهم ولو بالقوة. لقد كنت مقاتلا صلبا يا ماوكلي، أوقفت أولئك الصبية الأشرار عند حدهم. هل أصابك شيء يا ماوكلي؟ ترى ماذا حل بهم؟ انظر إلى هذا الآن، جميل أليس كذلك؟ لم تعد تنفع، ماذا ستفعل بهذه الخضروات؟ تبا لك أيها الأحمق الغبي. أحمق، تبا لك، ابتعد عني. Oh!
ماذا يفعل؟ غريب. لا يستطيع هؤلاء الأطفال القيام بأكثر من هذا. اسحبي. نعم سأسحب. غريب. هذا توقف. ميشو هيا لنذهب. هيا شكرا لكم. إنك تروين هذه القصة للمرة الثالثة، ما رأيك الآن؟ ألم يحن وقت نومك يا ميشو؟ كلا لا أشعر بالنعاس الآن، أريد أن أكمل لكم القصة لنهايتها. لا يجوز هذا، لا نستطيع النوم إذا بقيت مستمرة بحديثك. انظري إلى هناك، إن ماوكلي يشعر بالنعاس أيضا. ماوكلي تعال كي أغسل لك قدميك ويديك لتنام. تعال إلى هنا. ماذا؟ سبحت في النهر اليوم. لا عليك. ها تصبحين على خير. تصبحين على خير يا ميشو. يجب أن يعتاد ماوكلي على النوم في الفراش منذ الآن. لا عليك، كان ينام وهو في الغابة ضمن الكهوف، سيتعود تدريجيا على حياتنا. لكن يا أبي سنهتم به ونربيه كابن لنا تماما، يجب أن يعتاد على حياة الإنسان بسرعة. يجب أن تكوني صبورة أكثر يا ابنتي، إذا تعرض ماوكلي للضغط الشديد فسيهرب للغابة بالتأكيد. ما رأيك يا نيل؟ لقد ضاع ناتوي منذ زمن طويل. إن كولتا تعتبر ماوكلي مثل ناتوي الذي ضاع يا عمي. ناتوي. نعم مضى زمن طويل على اختفائه في الغابة، ولو أنه على قيد الحياة لكان بمثل عمر ماوكلي الآن تماما. لن أنسى ذلك الطفل ناتوي أبدا ما دمت على قيد الحياة. إن عينا ماوكلي ذات لون غامق، وإنه يشبه ناتوي لكنه ليس هو. أنا أدرك هذا، لكن ماوكلي يشبهه تماما، وأشعر أن الله أرسله لي فعوضني بماوكلي عن ناتوي. الحمد لله على ذلك.
أقدر وضعك، إنه قلب الأم الذي لا يستطيع تصور ما حصل. هيا ألا تذهبي لننام؟ انظري كيف نامت ميشو على الأرض. لقد انتظرتك طويلا، هيا لنذهب من هنا، باجيرا ينتظرنا يا ماوكلي. أين هو؟ على التلة العالية عند حافة المرج، أنت تعرفها. أهلا ماوكلي، أين كنت؟ لقد اشتقت إليك. كيف ستخلقني؟ كفى يا ماوكلي، قل ستخلقني. يا ماوكلي ماوكلي، لقد أتعبتني. لقد تألمنا لفراقك يا ماوكلي، كيف تختفي هكذا فجأة؟ هذا صحيح، إن أمي والبقية قلقوا عليك كثيرا. سمعنا أنك كنت بصحبة فتاة آدمية، ولهذا أتينا إلى هذه القرية لنبحث عنك. لقد بحثنا عنك 10 أيام حتى وجدناك. هل أساء إليك أحد؟ ألم تعد تعجبك حياة الذئاب في الغابة؟ كلا، ليس هذا السبب. إذن لماذا؟ شريخان هو السبب في غيبتي. لقد هاجم آدميا أمام عيني وحاول قتله. ماوكلي، لا تخاطر بنفسك يا سيدي. ميشو، ماوكلي، ماوكلي، لا بأس، أتتحداني أيها الرجل العجوز؟ أنا متأكد أن طعمك سيء، لكني سأتحمله رغم هذا. جدي، لن أنسى هذا وسأنال منك أيها الوغد يوما ما. لا تقلق، وأخذته إلى قريته. فهمت الآن، لقد سألني شريخان عن مكانك، رأيته صدفة أثناء تجوالي في الغابة للبحث عنك. فعلا لقد كان الجرح أمام عينه اليسرى بليغا. ماذا ستفعل من الآن فصاعدا يا ماوكلي؟ هل ستنوي العيش مع بني البشر؟ لا أعرف يا أكرو، أحب العودة إلى الغابة، وأحب أن أعرف المزيد عن البشر. لا بأس يا ماوكلي، افعل كما يحلو لك. لقد تحدثت مع بالو في هذا الأمر، وقال إنك عندما تكبر سيكون القرار لك في أن تبقى معنا أو تذهب. بالو مقتنع بهذا، وأيضا يريدك أن تتعرف أكثر وأكثر على حياة الإنسان. لكننا اعتدنا على ماوكلي، ولن نستطيع العيش بدونه. ماذا تقول يا أكرو؟ إن لوري والسورة يبقيان إلى جانبك، ولماوكلي حق القرار. ثم أني سمعت كلاما عن زواجك عما قريب، أليس كذلك يا أكرو؟ كيف عرفت هذا يا باجيرا؟ هذا معروف في كل الغابة. هذا خبر رائع يا أكرو. شكرا لك. هل تعاملك تلك الفتاة الآدمية بلطف؟ وما هو اسمها؟ إن اسمها ميشو، وهي فتاة ذكية. لقد ظن بالو هذا أيضا. لا معنى، ابقى في القرية ما شئت، ولكن تأكد
إن أحدنا سيأتي إلى هذه التلة كل ليلة. إذا حصل معك أي شيء تعال إلى هذا المكان وأخبرنا في حال تعرضت إلى أي مشكلة، لندعك تتعرض لأي أذى. ماوكلي، لا تنسى أنك قد عشت بيننا لفترة طويلة، سنبقى أخوة. أخي لن أنسى هذا ما حييت. أرجوك أن تطمئن عني أمي لوري وأكيلا وسورا ولالا. لا تنسى يا باجيرا، بلغ بالو وكيتشي تحياتي. نعم ودعم ماوكلي.